السلام عليكم ورحمة الله، معكم أمين نصر الله اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلي لمزاولة مينة المحمد. ننظم اليوم خامس وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان ووزارة العدل، لكن لا حياة لمن تنادي. بالله عليكم أكبر فضيحة في تاريخ وزارة العدل، وأكبر وظيفة فضيحة في التوظيف وفي فتح مجال الولوج المهن القانونية والقضائية في تاريخ هذا المغرب. لم تتفاعل مع أي مؤسسة، علما أن اللجنة لجميع المؤسسات القضائية الحقوقية السياسية بل أيضا حتى الديوان الملك. لذلك فليتحمل الجميع مسؤوليته في الخطوات النضالية التي سنأخذها في مستقبل في الأسبوع القادم إن شاء الله، وهي إضراب مفتوح على الطعام إلى الموت، راه ماشي من باب المزايدة، والتاريخ بيننا وليتحملوا مسؤوليته. كنشوفوا أنه كان أحد التصريحات ديال واحد الصحفي أنه قال لكم ملف التطوان، نقدروا نقولوا أنه وهبي عنده دخل في أنه ملف التطوان. أولا أنا أستغرب من مستوى ذلك الصحفي والذي خاض يعني حوارا مع السيد وزير العدل في المكتب ديالو في الوزارة، لأنه أبان على أنه لا يواكب كإعلامي الأحداث اللي كاينة على مستوى الشارع وعلى مستوى المجتمع المغربي. لذلك كنبغيو نقولوا ليه تحلى بقليل من المهنية، وعوض أن تسوق لأفكار لا أساس لها من الصحة كان عليك أن تتحرى الرأي والرأي الآخر. لذلك نقول أن القضية لا زالت وستبقى إلى حد انتصار أو الموت. بالنسبة للشكاية قدمنا بمقال استعجالي للغرفة الجنائية في محكمة النقد على أساس توقيف امتحان الشفوي، ولكن سننظر وسننتظر كيف سيتعامل القضاء مع هذا الحال. بالنسبة للامتحان الشفوي لا داز صافي، غنكبوا الماء على كل شيء، كماكم واقعي. لذلك حنا ناخذ إضراب على الطعام وأنا أبغى نمشيو يدفنونا مرحبا، والتاريخ بيننا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.